إذا لا تزال الأزمة الأوكرانية تؤرق العالم في ظل توسع نطاق الغزو الروسي ووصوله للعاصمة كييف، للوقوف عن كثب ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول الكاتب الصحفي بهاء خليل. أستاذ بهاء، مرحبا بكم. يعني كما تعرفون، وزارة الدفاع الروسية تصدر أوامر لقواتها في أوكرانيا بشن هجوم واسع على العاصمة كييف من جميع المحاور. هل قرر بوتين أخيرا احتلال أوكرانيا أستاذ بهاء؟ تحية طيبة لحضرتك وعلى المشاهدين. من الواضح بأنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ يستعجل لإنهاء هذه العملية العسكرية، لكن الظروف الآن أصبحت ليست في صالحه بكل الأحوال. يحاول جاهدا استخدام القوة الساحقة، وهذا سيعود عليه بخسائر أكبر. في الحقيقة هو أدخل نفسه في مطب، ولن يتمكن من الخروج من هذا المستنقع اللي دخل فيه بصراحة، لأنه الشعب الأوكراني يقاوم، وهذا ما لم يكن يتوقعه. فلاديمير بوتين توقع أنها ستكون حرب خاطفة، سيدخل سيسقط النظام وسيضع حكومة موالية لروسيا ويخرج، لكن الآن لحد الآن هو لم يسيطر على أي مدينة، حتى المدن التي دخلها الجيش الروسي لم يسيطر عليها بالكامل. ما زالت هناك يعني مقاومة عنيفة من الشعب الأوكراني، ما زالت القيادة العسكرية موجودة، القيادة الأوكرانية أيضا موجودة، يعني لديها إمكانيات لحد الآن. نعم، لديها إمكانيات أستاذ بهاء، الأخبار الواردة من هناك تقول بأن هناك يعني مقاومة شرسة من قبل الأوكرانيين، ولكن دعني أتوقف عند عبارة تفضلتم بها، قلت بأنه ما يجري ليست لصالح فلاديمير بوتين. هل تقصد من الناحية العسكرية الميدانية أم من ناحية ممانعة المجتمع الدولي لهذا الغزو الروسي؟ من الناحيتين بصراحة. نعم. من الناحيتين، فلاديمير بوتين مقاومة الشعب الأوكراني وضعته في موقف جدا ضعيف. الآن بدأ الشعب الأوكراني يقاوم، إذا انسحب، إذا فكر بالانسحاب والتراجع عن ما يفعله، إذا يعني راحت العملية إلى مفاوضات مع الأوكرانيين ومع نفس الحكومة الأوكرانية وانسحب، فهو يعتبر منهزم. إذا قرر استخدام القوة المفرطة وقمع الشعب الأوكراني، فهو سيعتبر منهزم بنظر المجتمع الدولي مهما حقق من انتصارات على الأرض. يعني هو أصبح بين مطرقة وسندان، الآن يريد إنهاء هذه العملية بأسرع وقت ممكن، خصوصا بعد أن توعد المجتمع الدولي بإرسال مساعدات عسكرية، صواريخ ستينجر، صواريخ مضادة للدروع أيضا. كل هذا المساعدات هو يريد أن يطوق كييف لمنع وصول الإمدادات، وبالتالي يعني إنجاز العملية بإسقاط الحكومة. لكن إسقاط الحكومة في كييف هي ليست النهاية وإنما البداية، هو يتوقع بأنه انتهت. إذا قرر بوتين فعلا احتلال أوكرانيا، ولكن هل تعتقد أن العقوبات الأمريكية والأوروبية ستنقذ كييف من مخالب الدب الروسي؟ تعتقد ذلك؟ لا بصراحة لا، لأنه كييف مهما حاولت الصمود، يعني سياسيا ممكن أن تسقط، يعني ممكن أن يحتل المقار الحكومية، تسقط الحكومة ويسيطر على، لكن العقوبات هذه أمدها طويل، يعني نتائج العقوبات أمدها طويل. الآن تركيا، العفو، روسيا لديها من المخزون الاستراتيجي من العملة ومن العملة الصعبة، ولديها نظام مالي، كل هذه ممكن أنه يتمكن من تفادي العقوبات أو تقليل من أهميتها، لكن على المدى القريب. لكن على المدى البعيد طبعا، لأنه روسيا تعتمد بشكل كبير على التجارة مع دول أوروبا، وممكن أيضا تأثر عليها اقتصاديا. نحن كنا نعرف أن الاتحاد السوفيتي أساسا انهار ليس بحرب عسكرية، هو انهار من انهيار اقتصادي. وبالتالي هذا الانهيار، إذا عرفنا أن الاقتصاد الروسي وهي مثل 1.4 من الاقتصاد العالمي، وبالتالي اقتصاد ضعيف. الآن العقوبات بدأت تقري بظلالها على الداخل الروسي، بدأت المصارف تفرغ من السيولة النقدية، بدأ المواطنين الروس ما عندهم ثقة، بدأ يسحبون الكاش اللي عنده، وبالتالي هذا بحد ذاته هو ضربة للنظام المالي في روسيا. لا يوجد أمامه سوى الصين، وهذا بصراحة يعني يأخذ وقت طويل لتفادي العقوبات. طيب، وبالتالي إذا ما تحدثنا بلغة الوساطات، مثلا بحسب وكالة الأناضول، فإن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الأوكراني بأن تركيا تبذل جهود من أجل التوصل إلى هدنة في أقرب وقت ممكن.
هل تستطيع الوساطة أو المساعي التركية وقف الهجوم الروسي؟ بالحقيقة تركيا سباقة، يعني كان دائما همها الأول والأخير المدنيين صراحة، فعل ذلك مع الجانب في سوريا وحاولت قدر الإمكان استوعبت اللاجئين. هي لا تريد تكرار ما يجري في سوريا في أوكرانيا، لأنه يعني الأزمة السورية ألقت ظلالها على أوروبا بأكملها، وهي تعلم بأنه موجة النزوح إذا جرت في أوكرانيا ستفاقم الوضع في أوروبا. من جهة أخرى تركيا لا تريد أن تخسر تجارتها مع روسيا، لديها يعني تبادل تجاري كبير، وبالتالي هي تحاول قدر الإمكان عدم إخلال بالتزاماتها تجاه الناتو باعتبارها عضو في الناتو، وفي نفس الوقت لا تريد أن تخسر تجارتها، لأنه الحالة الاقتصادية اللي خلفها كوفيد 19 أثر على كل دول العالم وبما فيها تركيا. هي تريد أن تتجاوز ما بعد كورونا، فعندما تحاول أن تتجاوز تتفاجأ بحرب جديدة وممكن ضغوط اقتصادية قد تؤثر عليها شخصيا. لا، بصراحة هي تحاول قدر الإمكان استيعاب الموضوع وحل بالطرق الدبلوماسية، وهي دائما تتدخل بين الدول من أجل فيما يخص يعني أستاذ بهاء التصريحات. نعم، فيما يخص التصريحات، في خطاب عبر الفيديو نشر الرئيس الأوكراني قال: لقد تركونا وحدنا للدفاع عن بلدنا. هل خذل الغرب أوكرانيا، لا سيما بعد تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم أمس قال بأنه لن يدخل جندي أمريكي للدفاع عن أوكرانيا؟ هل خذل الغرب أوكرانيا صدقا؟ هو في الحقيقة شوف، لا أحد يتوقع أن يرسل الناتو جنود، لأنه أوكرانيا ما زالت غير منضمة إلى حلف الناتو. طيب، وبالتالي تدخل أي جندي من قوات الناتو في هذه الحرب قد يشعل حرب عالمية، وهذا ما لا يريده الغرب بصراحة ولا تريده روسيا أيضا. وبالتالي الدعم المقدم لأوكرانيا لم يقدم سابقا، يعني صواريخ ستينجر، صواريخ المضادة للدروع، طائرات، هذه كلها وملايين الدولارات تم إرسال مساعدات من بريطانيا ومن ألمانيا ومن التشيك ومن أمريكا، دعموا الجيش الأوكراني بالسلاح. لكن أنه تتدخل جنود لحماية أوكرانيا، هذا قد يعني يفاقم الوضع بطريقة يعني أكثر من ما هو متفاقم، وبالتالي هي نهت بنفسها عن إرسال جنود، لكنها تحاول أن تساعدهم بالعتاد بالأسلحة، وبالتالي دعم دولي أيضا في مجلس الأمن. يوم أمس شاهدنا جلسة مجلس الأمن، كان سجال كبير جدا لدعم الشعب الأوكراني والاعتراف بحقه بالدفاع بلده أمام هذا الغزو، يعني وهذا بحد ذاته هو يعتبر دعم. لكن إذا كان الرئيس الأوكراني يتوقع أو كان يتوقع بأنه الغرب سيرسل قوات للدفاع عن أوكرانيا، فأعتقد هو سوء تقدير من الرئيس. عبر سكايب من إسطنبول الكاتب الصحفي بهاء خليل، شكرا جزيلا لكم.